ليلة طويلة يقضيها زعماء الأحزاب البريطانية ترقباً لمعرفة من سيحصل منهم على منصب رئيس الوزراء الجديد، فماذا يحدث بعد صدور النتيجة الرسمية؟ جدول حافل بانتظار رئيس الوزراء الجديد، وقد سردت صحيفة تيليغراف بعضاً من تفاصيله. مع بزوغ الفجر يتم إعلان النتيجة الرسمية. رئيس الوزراء القديم يتصل بالمرشح الفائز لتهنئته ويبدأ بإخلاء مبنى 10 داونينج ستريت. أما الفائز فلن يملك وقتاً للنوم أو حتى الاحتفال، حيث يتعين عليه تلقي بروتوكول لقاء الملك قبل التوجه إلى قصر باكنغهام وتسلم منصبه رسمياً. وبحلول 9 صباحاً يعود رئيس الوزراء الجديد إلى داونينج ستريت، حيث تنتظره الكاميرات والجمهور لأداء أول خطاب رسمي له. وبعد الخطاب يتعين على الرئيس التحقق من المخبأ النووي في المبنى، حيث سينتقل برفقة عائلته وتلقي مكالمات تهنئة من زعماء العالم والبدء على الفور بتشكيل حكومته الجديدة.